بسم الله الرحمن الرحيم الوهابية في سطور الوهابية تعني اللامنهجية تعني السلف المزيف تعني صد الناس عن السلف الحقيقي الذي هو المذاهب الأربعة لسلف مزيف تعني وضع نظارة ابن تيمية وحده لا شريك له لفهم الدين بأصوله وفروعه الوهابية تعني انقطاع الإسناد اذ لا اسناد لهم الى النبي عليه الصلاه والسلام على طريقتهم تلك الوهابيه تعني فقد النور من الوجوه الوهابيه تعني عدم الادب مع الله تعالى ومع رسوله عليه الصلاه والسلام ثم مع اولياء الله الوهابيه تعني ان تكون في فتنه مع المسلمين ان تكون مصدر شقاق حيثما حللت او ارتحلت فهذه هي الوهابيه نسال الله تعالى ان يتوب على من تورط فيها واخر دعوانا الحمد لله رب